أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجكم الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة بنعملها بناء على رغبة حضراتكم، وفي أسئلة كتير على السوشيال ميديا، وكالعادة في حاجات ممكن نخش المطبخ عندنا كده طموح إن احنا نعملها حاجة حلوة بس بتركاية صغيرة وبحاجة بسيطة جدا ما تبوظ معانا. فعجينة البان كيك لغايه دلوقتي مش عايزه تظبط معانا في المطبخ، يا اما تطلع مسوده يا اما تبقى معجنه، ناكلها تبقى العجينه مكتومه، نطلع ناكلها بره نلاقي العجينه سفنجيه. النهارده هنعمل البان كيك بالتفاح والقرفه ونشوف اسرار عمل عجينه البان كيك. تقدري تحطها في الثلاجه تستخدميها وقت ما تحبي لمده اسبوع، يعني هتعملها مره في الاسبوع تقريبا وتبقى موجوده عندك، تعملها فريش كده حبيتين حلوين لجوزك قبل ما ينزل على الشغل بعسل نحل، تبقى لطيفه وجميله. معانا النهارده شوربه العدس اللي واخده الشعار المصري في اي مكان في العالم، حتى لو رحنا المريخ هي شوربه العدس المصريه، لان العدس بيطلع من ارض طيبه مصر ام الدنيا. هنعمله النهارده بالشعريه، كتير نعمله بالتومه، نعمله بالطشه، فتت العدس بالخبز وهكذا، ولكن لما نعمله بالشعريه انا شخصيا بحبه واحب تحمير الشعريه وطعم الشعريه في قلب شوربه العدس، ده بيفرق كتير ان احنا نحمر الشعريه فريش. معانا النهارده لحمه مفرومه هنعملها من المطبخ الشامي او المطبخ السوري بالتحديد، اسمها كفته اللحمه بالصينيه. لازم نقول كفته اللحمه ما نقولش كفته، كفته يعني كفته اصابع، كفته على السيخ، الحاجات اللي احنا واخدين عليها، انما لما نقول كفته اللحمه يعني واخده بكسر الكاف، ده اللغه العربيه. هنعملها بالطحينه ودبس الرمان، انا شخصيا لما بتتعمل لي بسيب اللحمه واكل الطحينه ودبس الرمان. معايا الفتوش النهارده عروسه المطبخ الشامي. الفتوش له مدرسه كبيره، بيتعمل بالبتنجان، يتعمل بدبس الرمان، بزيت الزيتون، بالحامض وهكذا، انما نعمله بالرمان الفريش الطازه بتاعنا الجميل الحلو. هنشوف نعمله ازاي الفتوش بالرمان عروسه السفره. خلونا نطلع فاصل صغير لاننا معانا شغل كتير النهارده، وحضراتكم مع بدايه اسبوع نشاط وحيويه وسعاده على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تعالوا مع اسرار ومعلومه غير معلومه واسرار لاكلات بسيطه وسهله بتكلفه قليله، او تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، الاستاذ شفيق بيفاجئني. تعالوا مع بعض نشوف ازاي مقادير عجينه البان كيك نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. يا استاذه رحاب، نطلع بمقادير عجينه البان كيك، لان بجد النهارده هنحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا، وازاي الطفله او البنوته الحلوه اللي تخش المطبخ تعمل عجينه البان كيك، تعملها بالتفاح، تعملها باي فليفر هي عايزاه، لها اسس وقواعد. مقاديرها على الشاشه. نكتب كوباية دقيق بتاخد واحد كوب إلا ربع من الحليب، يعني الكوباية اللي هتعيري بها الدقيق بتاخد كوباية إلا ربع، بتاخد كوباية إلا ربع من الحليب وبيضة ومعلقة فانيليا صغيرة ومعلقة بيكنج باودر كبيرة، وبتاخد كمان رشة ملح ومعلقتين من السكر ومعلقتين من الزيت. المقادير على الشاشة، عايزة تضعفيها بتضربي في اتنين على طول، يبقى كوبايتين دقيق بياخدوا واحد ونص كوب من الحليب، بياخدوا بيضتين، وبياخدوا الفانيليا، وبياخدوا معلقة بيكنج باودر ومعلقتين من السكر وشوية ملح صغيرين. هي دي مقادير العجينة. تعالوا نعملها مع بعض عشان نبدأ بيها، لأن من أسرار العجينة ونجاح العجينة لازم تتخمر وتتساب لمدة 30 دقيقة تقريبا، من 30 ل 20 دقيقة عشان نشتغل فيها. فأنا بدأت بيها طبعا عشان أسيبها على جنب ونشوف إزاي نعملها مع بعض على الهواء. تعالوا، البديل الكريمة اللباني حاجة واحدة، انك انت في اعتقادك انك عايزة تعملي اكلة دسمة شوية، فتستبدليها بدقيق وزبدة وحليب، دي كريمة اللي هي المهلبية، بتاخد سمنة بلدي او زبدة وحليب بس، وتسيبها تبرد على جنب، وده استخدام الكريمة اللباني بس. مش هتحل نفس الطعم ونفس القوام، ولكن هتحل في عملية تجميد شوية وتدي قوام للاكلة اللي بتعمليها. اول حاجة هناخد البطين كده مع بعض، دي واحدة احنا عملناها هنا، ناخد التانية بره عشان دي لو فيها مشكلة ما نحطش دي على دي. حاجة بسيطة خالص. حلو قوي. ده البيض مع بعضه زي الفل. عندي سكر على عينك يا تاجر. اهوت العجينة بنعملها واحدة واحدة كده علشان كل بنوتة حلوة، كل أم عايزة تعمل حاجة حلوة، والحلويات دي تعتبر من الحلويات الشتوية.
هنحط على الاثنين بيضة بالظبط كده، ادي واحد ده سكر اتنين. حلو من الملح يا عم الشيف. هنحط تقريبا اهو، حلو ده الملح. حلو قوي معانا المقادير واحده واحده كده عشان برضو الموضوع ده مهم جدا. بص بقى انت بتعايري مثلا الدقيق وليكن بكوبايه زي دي كده او بعيار زي ده، ده مهم جدا على فكره في موضوع الحلويات بالذات. بتعايري الدقيق مثلا بكوبايه زي كده، بتعايري الزيت بنفس الكوبايه، بتعايري السكر بنفس الكوبايه، فخلي معيارك اللي انت بتبداي بيه حاجه يبقى هو ماشي في كل المقادير. ما تجيش تعاير الدقيق بكوبايه كبيره وتعاير الزيت بكوبايه مختلفه، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن ما تنجحش الاكله معاكي او الحلو اللي بتعمليه، ده بالنسبه للحلويات. هنبدا باول حاجه، احنا قلنا اهي دي بوله، اهي بوله ازاز اهي. حاضر عينيا اهو، حاضر اسمع كلام مخرج كده زي الفل اهي تمام. تعالوا مع بعض واحده واحده، احنا مش مستعجلين، ده اهم حاجه لان موضوع البان كيك ده يعني لغايه دلوقتي عايزين نظبطه مع بعض. هنبدا نحط البيض اول، نخفقه كده، قلبنا كده البيض والحليب والسكر يا ساجده والزبده الطريه او الزبده السايحه، ممكن نستبدل بدل الزبده نحط زيت زي ما انت عايزه، القرار قرارك. قلبناهم مع بعض، تعالوا مع بعض، يهمني برضو العيار هنا اهو. انت عملت ايه يا عم الشيف؟ ادي البيكنج باودر معايا للاخت اللي كانت بتسال على الكيكه دلوقتي، واحدة واحدة كده، وجبت بولة لأن كبتي دي زيادة شوية فمش عايز استخدمها كلها. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطة كده اهو، هناخد عيار، احنا حطينا كام كوباية حليب؟ كوبايتين من الحليب اهو، نفس الكوباية اللي أنا عيرت بيها الحليب اهو. عينيا حاضر اهو، ادي الدقيق دي كده كوباية اهي، العيار اللي أنا معاير بيه الحليب بفضاها هنا، وادي كمان كوبايه او بوله او عيار. وانا تعمدت ان انا ما استخدمش كوبايه علشان اوريك ان ممكن اي حاجه تبقى عيار ليكي وانت شغاله في المطبخ. وادي رقم اتنين ادي زي الفل، اشيل الدقيق كده مش عايزه، اخليه على جنب كده، واحط عليه البيكنج باودر. ما حطيتش ليه البيكنج باودر يا عم الشيف على المواد السائله؟ ما ينفعش اهو، انا عايز اضمن اختلاط او تقليب البيكنج باودر بالدقيق اهو زي الفل. واخد كميه الدقيق اللي انا خلطتها بالبيكنج باودر وخدتها على جنب كده لوحدها، انزل بيها على المواد السائله اللي هي عباره عن كوبايتين من الحليب للعيار، اتنين بيضه، زبده سايحه او زيت اربع معالق، كوبايتين معلقتين لكل كوبايه، وشويه الفانيليا بتوعي اللي انا حطيتهم، ومعلقتين السكر والملح، انزل عليهم كده اهو كلهم على بعضيهم، ونقلب العجينه بتاعتنا اللطيفه اهو. دي عجينه البان كيك لكل ام تخش المطبخ عايزه تعمل حاجه حلوه لولادها وجوزها. تعمليه بالتفاح مش هيقول لا، تعمليه بالقرفه مش هيقول لا، تعمليه بالموز مش هيقول لا، تعمليه بالكراميل مش هيقول لا، تعمليه باللوتس مش زي ما انت حابه. لا ما ينفعش يتشال في الفريزر. السؤال جالنا دلوقتي من على السوشيال ميديا، عجينه البان كيك تعملها بالشكل ده كده وتحطيها في ابري او برطمان وتبقى عندك في الثلاجه، صحيت الصبح عايزه تفطر ايه يا حبيبي سريعا كده اسرع من عمال الشاي، هتخش تعمله اتنين ثلاثه مع معلقتين عسل هيتنوا طول النهار يدعي لك. حلو الكلام؟ ولادك رايحين على المدرسه اتنين ثلاثه مع بعض مع شوكولا بالفراوله ايا كان هيدعوا لك. اهو العجينه اهي، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري اهو. العجينه معانا، سيوله، مرونه، بساطه، سهوله. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل للعجينه بتاعتي تريح مش اقل من 20 30 دقيقه، بعدين هنشتغل مع بعض. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نشتغل مع بعض ونشتغل في عجينه البان كيك واحنا شغالين مع بعض كده. قبل ما تشتغلي فيها لازم تقلبيها كده اهو، شوف القوام تاني اهو 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 اهو. حلو حلو الكلام، من غير زيت ولا زبده ولا حاجه. أوه.
حلو. اعملي بقى 20 30 واحده قاعدين كده بالليل في الرواق بالليل. معانا برضو طاسه زي دي كده نشتغل فيها. زي ما انت عايز. سيب العجينه هي بتفرد لوحديها. بالمقادير اللي انا عملتها العجينه مش محتاجه انك انت تحركها من مكانها. طاسه معانا درجه حرارتها تقريبا بالشكل ده كده زي الفل. وانا شغال. نشوف مقادير الفتوش مع بعض، خس وطماطم وخيار شفناها. طب اشتغل فيها. حاضر. تعالوا الرمان بتاعنا والصلصه بتاعت الفتوش، عايز حضراتكم تشوفوا انا هعملها ازاي. دي سريعه كده حلوه قوي. عباره عن زيت زيتون وعصير حامض وفص ثوم ني. ثوم ني مع السلطه يا شيف، جربي اللي انا بقوله ده كده. طبعا بينقل طبق السلطه لمدرسه ثانيه خالص. ادي زيت الزيتون. معانا فص ثوم حلو كده. عصير ليمون. لا ما بياخدش مستردة. خد مستردة يبقى راح لمدرسة تانية. اهو. نقلب الصلصة بتاعتنا دي كده، بتاخد بهار حلو. بهار حلو اللي هي الكوبيبة الصيني. حبايبنا اللي بيسألوا على البهار حلو اللي هي الكوبيبة الصيني. دي عنوان الفتوش. كوبيبة صيني ناعمة كده. سنة بابريكا. أنا شخصياً بحب شوية كمون مع الفتوش. بيشيل أي غازات. نقلب التقليبة دي كده. وينزل على الفتوش بتاعنا. وقت التقديم علي الوليمازة يا شيف علشان العيش هنا ما يطراش بتاع الفتوش. احنا هنعمله مع بعض بالرمان. تيجوا مع بعض نفرط الرمان سريعا. وانا شغال بركيك شغال. تبص عليه ونقلبه. لطافة بساطة سهولة مرونة. اللهم صل على النبي. ممكن نقلبه بدي حلوة قوي. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ يا ويلي. مخرجنا امان معايا مخرج شاطر. امن على الاول الصورة. نعمل لنا 20 30 واحدة واحنا واقفين. زي الفل. دي عايزه نار شويه جديده. خليها كده على النار دي كده هنا قدام عينينا. لا ده النار مطفيه ده كلام. يلا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا قومي. تمام زي الفل. هو المشكله في البوتاجاز الكهرباء ده ساعات فجأة كده ان هو طفي. طبعا غير الغاز، الغاز قدام عينينا بيبقى ايه شغال. حلو قوي. تمام كده النار زي الفل. هيقوم معانا دلوقتي. تمام ده البان كيك هنعمله بالتفاح ونعمل شويه ساده. بس انا حابب ان انا اعمله بالتفاح مع حضراتكم كده وانا شغال. اللهم بس اهم حاجه ان احنا عرفنا ازاي عجينه البان كيك تتعمل بسهوله زي ما احنا شغالين مع بعض. اهو انا خلصت. ايه الجمال والحلاوه دي؟ اهي اهي الله اهو. حط عليها بقى العسل دلوقتي والشوكولا وهي كده زي الفل. ما اقولكيش. ايه الاخبار هنا؟ دي عايزه تستوي شويه نسيبها. نقدمهم كده مع بعض. ومعانا شويه جاهزين مع بعض زي الفل. دي كبيره شويه عاملينها طبعا واحنا شغالين. اللي حابب ياكل منها بألف هنا وشفا. انا مخرجنا الجميل سيبني بقى اعيش مع عجينه البان كيك وحضراتكم شغالين كده عشان نشوف ازاي نعملها بالتفاح ونقدر نقول حلقتنا النهارده فيها بساطه فيها سهوله فيها مرونه. عملنا الكفته بالطحينه ودبس الرمان من المطبخ الشامي، عملنا شوربه العدس من المطبخ المصري بتتكلم مصري، عملنا عجينه البان كيك واسرارها شفناها مع بعض ازاي، مرحله التخمير مهمه جدا والمقادير بنفس العيار، سلطه الفتوش عروسه السفره لطيفه وجميله، وسيبونا اعيش مع عجينه البان كيك، هعمل شويه بالتفاح كده عشان نفطر بهم الصبح ويبقى احلى فطار. حلو قوي. رؤيا فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من مس بيرو.